درهمت بالخال الخالي. صح لسانك يبا، هلا والله بلب البطل. الحين بقهويك وبيك تمخمخ علشان بفاتحك بموضوع. خير ان شاء الله وانا ابوك. تبي تعرس؟ والله اذا نجح المشروع والفلوس لعبت بيدي ابعرس وبزوجك بعد. تزوجني بعد انا؟ يعني ازوج انا وياك؟ ايه بليله واحده. وش هالمشروع هذا؟ بيض مسلوق ولا شكشوكة؟ لا يا يبا الله يهديك، لا بيض مسلوق ولا شكشوكة. المشروع له علاقة بالدواجن، يعني بشتري فقاسات وهاتك تفريخ ودواجن، تفريخ ودواجن، تفريخ ودواجن. طيب والمشروع هذا وين أبوك؟ كم يكلف؟ يا يبا دراسة الجدوى تقول أن تكلفة المشروع 200,000 ريال بس. 200,000 ريال؟ تبيني مرات خمس ولا شيك ولا حولها بحسابك؟ شكلك تطقطق علي يبا. أي بالله أطقطق عليك؟ فقاسات وبيض وفروخ وبدري وشنو اقول لك قبل ذبحني قبل. يا يبا اسمع كلامي، الفلوس تبي تلعب بين ايدينا، خلنا بس نسوي هالمشروع هذا ونتوكل على الله. اقول لك اذب على وجهي. سم السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا يا عم. هلا 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 هلا. والله انا لي 3 ايام ما طبيت بيتي ولي يومين ما اكلت. ايه والمطلوب؟ والله كلك نظر. هذه 10 ريال. بس ابيك تدعي لي المشروع الجديد حق الفقاسات. الله يرحم والديك ويجزاهم الجنه. كنك ما دعيت لي يا عم. والله المشروع الجديد يحتاج له دعم أكبر. أها هذا نظامك؟ نعم. عندك اعتراض؟ لا لا خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل حياك الله. عطنا واحد همبرجر وصحن بطاطس وصحن سفري شطة كاتشب مايونيز. 10 ريال حسابك. عادي بكرة أدفع. للأسف ما أقدر والله، أعتذر منك. أجل كنسل الطلب. حاضر أبشر ولا يهمك. أبوك الجوع وش السفات الحين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عسى ما أكلت يا أبو شبيب. وش تقول؟ أقول عسى ما أكلت. لا والله ما أكلت. طب عادي تعطيني 10 وارجح لك بكرة. أول مرة أشوف واحد يشحذ من شحاذ. أنا شحاذ، عطني إياها. يا شينا اللي ما هو عند سلمته.
توت يا عيال، الوالد رفض فكرة المشروع. شلون يعني نلغي المشروع؟ وليش نلغيه؟ ننقص من قيمته. كم حنا متفقين من فقاسة؟ 5 فقاسات. طيب نخليها 3. 3 فقاسات كم بتكلفنا؟ تقريبا 120,000. حتى 120,000 غالية. طيب ليه ما نغير الفقاسات؟ نجيب ملابس أو أي حاجة كذا تكلفتها 20,000 وكل واحد فينا يقود 5,000. لا يا شيخ، وش ذا المشروع البايخ؟ ما يزبن ولا قطة الاستراحة. خلاص خلاص كنسل المشروع. بس العب العب بلاي ستيشن. عشرة، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100. يا ابو شبيب، مو هو بعامر اللي يرجع بكلامه. هذه 10 ريال اللي اخذتها منك امس. ابو شبيب، شو السالفة؟ سلامات يا ابو شبيب، وش السالفة؟ وش بك؟ وراك قلبت بعير. وش بك يا ابو شبيب؟ بعدين وش سالفة الرجال اللي طلع من عندك اخر الليل؟ لا يكون تشتغل بالممنوعات. انت شفته؟ واحد طلع من بيتكم الزبالة وركب سيارته ومشى. وش سيارته؟ وش شكله؟ 1.5 مليون. انت عندك 1.5 مليون؟ ايه عندي، عندي 1.5 مليون. هذا شقا عمري. طيب دام عندك 1.5 مليون، وشو له تشحد؟ يا ابن الحلال، انا ما اجي معك 1.5 مليون الا من الشحادة. ورا تاخذ مني كل يوم 10. اللي صار صار. الحين انا ابي فزعتي. فزعتي بوشو؟ انت المفروض ابلغ عنك. انت مبلغت علي. وش تستفيد؟ انا عندي الكسور. وشو؟ رجعت لي 1.5 مليون اللي سرقها الحرامي، ابعطيك نصفها. من جدك؟ اي من جدي. انا بعطيك 750,000 ريال. واللي يرجع بكلامه؟ يا شيخ بلا وغدنا. يا عيال، موضوعكم انتهى. كيف؟ ضبطتكم 750,000 ريال. عامر، كنا محتاجين 200,000، كيف جبت 750,000 انت؟ اطنخوا يا عيال، مالكم الا اللي يرضيكم. 750,000؟ يعني ما نجيب 5 فقاسات، نجيب 15 فقاسة. دقيقة، طيب وشلون جبتها؟ ابد ما عليكم، دبرتها. دبرتها؟ اي عامر، لا تكون طريقة منا ولا منا، انتبه بس. لا منا ولا منا، تيسرت. طيب كيف جبتها؟ الموضوع طويل والفلوس بتكون معنا، بس بمقابل. مقابل ايش؟ نمسك الحرامي. اي حرامي؟ اللي سرق ابو شبيب. مين ابو شبيب؟ الطرار. واقولكم على سفرتنا انا والعيال في السنوات الاخيره لاوروبا، الله اكبر، شيء عجب. بس انه ارتبكنا شوي وخفنا يوم قامت الطياره تهزبنا شوي تركضنا. ام الغزلان ما شاء الله دم يكثر في ذاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا. هذا أبو شبيب اللي قد قلت لك عنه. لا ما أخذه. وش عندك؟ والله أنا انسرق لي 1.5 مليون. أفا، 1.5 مليون؟ وشلون انسرق ذي؟ والله أبد، واحد انقمز بيتي وسرقهن. ها شفتوا يا أخوان؟ شفتوا؟ شفتها مفلح؟ هي نعم. انسرقت من خزنته. من الخزنة؟ ما هو من الخزنة، انسرقن. أجل وين انسرقت منك؟ من الفريزر. شفتوا شفتوا شو يقول؟ يقول من الفريزر. هذا 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 تجميد أموال هذا. الحمد لله. الحين قل لي يا ابو شبيب، الحين وش صنعها يومك تحط الفلوس في الفريزر؟ محل ما احد يتوقع طال عمرك. الظاهر طال عمرك ان الحرامي كان جوعان،
نص الثلاجة هي بياكل يوم فتح ولقى فلوس قدامه قال يا ولد جتك من الله شالها وبشا. وصات 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 يا قربها للي قالها الأخ. لا الحين قل لي ورا ما حطيت فلوسك في البنك وبعدين وش تشتغل أنت؟ أشتغل طرار. طرار طرار تعال يا ولد تعال تعال الله يكفى يقول طرار تعال اخلص طرار. دق على ياسر. هلا ياسر وينك؟ قريب؟ عشوة. اوكي اوكي ننتظرك. لا تتأخر ها؟ يلا يلا سلام. يا خلونا ناكل، ايش هذا؟ كل ما نجيب اكل تدلونا فيه؟ لا يا شيخ، تبي نسحب على خوينا؟ اصبر بطنك في دود انت. كلب. انا كلب؟ لا شكلك الليلة ما انت معديها على خير. اقسم بالله كلب. هاد 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 صل على النبي صل على النبي يا ابوي صل على النبي. اشبه ما تسمعوا وش يقول؟ ما اقصدك انت يا عامر، اقصد الكلب. اي والله كلب عيال، وش جابه ذا؟ هلا بالعيال، هذا هو سكوبي اللي بيطلع لكم الحرام ان شاء الله. كفو ياسر. اوه كويس انكم جايبين اكل لان الكلب ما تعشى. وحنا ايش نتعشى؟ ايش هذا؟ الكلب ياكل دجاجه وحنا ناكل شاورما، ليه في بطنه دود؟ ايه فقي لا تلكد على الكلب خليه يتعشى. ايه كل يا بعد عمري كل، تجيك حبه ثانيه بخاري بعد، ما عليك من كفته. ولع اللمبات وشوفوش يا ابويا ما تشتغل طافي الكهرب. والله ما سددتها. انا اجي للبيت انام وبس، وشو لا تسدد؟ هذا نظامك؟ نعم عندك اعتراض؟ ابوك القعاطة. طيب هل تشك في حد ابو شبيب؟ لا. يوم دخل الحرامي كان معه مفتاح ولا طب؟ وانا وش ادرين؟ ساعة كم صارت الحادثة؟ بالليل، انا شفته يوم طلع وركب سيارته وزبر. مع احد؟ لا ما مع احد. وش نوع سيارته؟ كابرس. وش مديله؟ 2013. وش لونها؟ رصاصي. كم رقم لوحتها؟ ما شفتها. هي انت مخفف تجاوب؟ قلب عليك الموضوع؟ ياسر شوف شغلك. خلاص يا عم لا تشيل هم، هذا الكلب من افضل الكلاب البوليسيه، بيطلع لك الحرامي في 24 ساعه. يلا عيال مشينا. سكوبي مش قدامنا. ايش هذا الكلب؟ تخلوه يمشي قدامنا؟ تحترمونه اكثر مننا؟ اهرب لك هاص، تجيني هاص مهبول انت يا اخي. كل اللي عندي هاص يا اخي، ايش فيك انت؟ هم 42 وحنا 15، ايش فينا نسوي؟ وزع 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 وزع. عرفتوا البيت ذا يا عيال؟ بيت صالح خوينا، هذا اللي يزرف ايام المقصف يوم هنا من المدرسه. اي والله اني شاك فيه الفقي من زمان. الكلب طلع ذكي عنده سالفه. اسف يا كلب. من عند الباب كب. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل تفضل. ابو صالح. هلا هلا. ولدك صالح لنا يومين ما نشوفه بالحاره. الولد طال عمرك ماخذنا اخته وراح المكه، المكه ياخذ عمره. ايه ما شاء الله. ايه الله يوفقه. قطو الله يطول عمرك. شكرا يا عم. الله يسلمك. مع السلامه.
وجع. وش ذا الكلب هذا؟ العذر والسموحة يا عم، هذا الكلب حقي. اقلعه اقلعه ولا تمشي ولا سلام. يلا يا ابوي شغلتنا بالكلب حقك، وبالاخير جايبنا عند بيتنا. الكلب حقك ده ابو كلب ما عنده هرجه. احسن تستاهل عشان ثاني مره تعرف تطلع الحرامي. يا عيال الحين شو الصوات؟ خلونا ندور مصدر ثاني، شكله ما لنا حظ في 750,000 ريال. انا عندي فكره. وشي؟ عامر، مو انت تقول انك شفت السياره؟ الا شفتها. الحاره صغيره، نروح كلنا ندور السياره، واذا لقينا السياره لقينا الحرامي. السلام عليكم. لك بس يلا حي عامل يلا حيه. ما عندك معارض اليوم يا ابو خليف؟ والله اليوم عندي ويكند. ويكند؟ طيب نبيك موضوع خاص عادي. ابشر ابشر بعزك عامر. ابد يا ابو خليف، ندور لنا على كابرس 2013 رصاصي، ما تخبر لنا؟ كابرس 2013 رصاصي؟ ابكى لا لا ابكى، عندي فالقرب حقه الشريطية، بس الرجال ما يبي يبيع ما يبي يبيع. شكل هذا الحرامي يوم درى انه بينقفط قال خلنا بيعه. تقول صادق؟ انا اعلمك الحين وش اسوي. حركاتك هذه ما تخليها دايم. الله يسعدك. سيارة ملحمة ورانا. شوف دز 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 ها دز دز. حبيبي ملحمين فينا الرجال، خلنا نوقف نشوف ايش عندهم. حلال ما عليك منه، لحم ما لحم. هدي ادخلني هدي ادخلني هدي ادخلني. ما تشوف شر ان شاء الله، وهالمره جت سلامات، تقدر تطلع بعد شوي ان شاء الله. يلا الحمد لله على سلامتكم يا شباب. ان شاء الله عليك يا عامر، انت اللي ما جاك شيء. الحمد لله. بشر يا دكتور، كيف اوضاع العيال؟ لا وضعهم ان شاء الله طيب، ويقدرون يمشون بعد شوي باذن الله. الحمد لله على سلامتكم. يبا هلا هلا شبيب. ابوك؟ اي ابوي يا عامر، وانا شبيب واعرفكم. تعرفنا؟ اي اعرفكم، حنا عندكم بالحاره جيرانكم، لكن ما عمرك شفتني. وش السالفه؟ السالفه يا عامر ان ابوي مفشلني بهالشهاده، ما غير يشحد بالشوارع وانا ما ادري ايش اسوي فيه. والمشكله ماني مقصر معه باي شيء، يعني مرخيله الدنيا كلها. اللي تبي سمي يبا سمي يبا. يعني أنت اللي أخذت الأكياس وطلعتها من البيت؟ إيه أنا أخذتها، لقيت الكهرب طافي وشلتها، خفت إن اللحم يخيس. والأكياس موجودة؟ إيه موجودة كلها؟ إيه كلها. أركب بديتك.